وأكدنا على سلمية المسيرات وعلى محافظة. هذا هو الشيء نزيدو نأكدو عليه اليوم. نبقى ندخلو في الشعار، الشعار تاعنا جيش شعب هوا هوا، جيش شعب هوا هوا، جيش شعب هوا هوا، جيش شعب. لك في المحن، لك في المحن، لتعيش حرا، لتعيش حرا طول الزمن، طول الزمن. عدل يا عدل، عدل يا عدل، مسيرة الكرامة، مسيرة الكرامة، جيناكم مسالمين، جيناكم مسالمين، حقوق المواطنين، حقوق المواطنين. كرامة يا كرامة، كرامة يا كرامة، كرامة يا كرامة، كرامة يا كرامة، جيناكم مسالمين، جيناكم مسالمين، حقوق المواطنين، حقوق المواطنين. سراقين سراقين، سراقين سراقين، ونقولوها سراقين، ونقولوها سراقين، حقوق المواطنين، حقوق المواطنين. بيا عين الكوكايين، بيا عين الكوكايين، كرتونا بالقوانين، كرتونا بالقوانين. جيناكم مسالمين، جيناكم مسالمين، لأن كاين ناس راهم من الخارج يضربوا في الشفاف في البيفتك ويضربوا في المشوي وهاربين، وهم يقولوا لهم يا الشعب ديروا ها هو كذا، ها هي الدعاية. الوعي مؤخرا بدوي، يعني الإخوة تاعنا اللي فقدوا عينيهم ثم انا لخاطر فاقد عيني ونحس بوش دار لهم هو سبته حبش المخفي. نقول له اذا تحررت العدالة من قبضتكم سنلتقي فيها العدالة والصحة، وسنجرك في المحاكم انت والوالي وكل من امضى التسخيرة، ولا ننسى التسخيرة الثانية. والناس اللي تقرا قانونها على بالها واش معنى التسخيرة الثانية. رقم 3 سنلتقي بعد أن تحرر العدالة والصحافة، وسنقتص لإخواننا بالعدالة لا غير. لا نرفض التدخل الأجنبي. نقول لماكرو يا ماكرو روح ألتا بالجيليجون تاعك بالسترات الصفراء، روح المشكل تاعك في فرنسا وما عنده ما دخلك في الجزائر. الجزائر عندها رجال، ورجال سوف يحمونها منكم ومن الداخل، سوف يدافعون عنها بما يملكون. نرفض تمديد للعهدة الرابعة، نرفض التمديد للعهدة الرابعة لأنه العهدة الخامسة صي. تمديد للعهدة الرابعة والمطالبة بالتغيير الجذري للنظام، المطالبة بالتغيير الجذري للنظام لأنه النظام هذا هو اللي وصل الشعب الجزائري إلى ما هو فيه. الحركة ميزانية محسوبية، الرشوة، الفساد، تهميش الكفاءات اللي راحت وحرقت وراها، وسموح لنا نطلبوا ان شاء الله يرجعوا للبلاد ويقدموا الإضافة لبلادنا. نرفض اقتراحات الإبراهيمي، الأخضر الإبراهيمي اقتراحاته كاديرها في جيبك ما نحتاجوهاش. الشباب الجزائري يقول لك ما نحتاجوش الاقتراحات، خلوا الكفاءات هي اللي تقترح وخلوا الشعب هو اللي يقترح. أنا كراني كمعوق مستعد درك نضحي على الوطن، درك نضحي على الوطن. نطلب من الشعب الجزائري، نطلب من الشعب الجزائري، نطلب من الشعب الجزائري، ونعاودهاني عاودتها ثلاث مرات، أن يحافظ على الأمن والاستقرار للجزائر للشعب. رانا كافحنا وضحينا، لا تربية الأولاد، لا صحة، لا مادة، لا والو، ربحوا منها إلا أصحاب المال اللي كانوا متخبين لما كانت الرجال تكافح الوطن هذا.